تناقلت صفحات المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الترويجي للبرنامج الرمضاني أحسن باتيسي سيليبريتي الذي قامت بنشره الفنانة المغربية دنيا بوتازوت، وأبدى عدد من رواد السوشيال ميديا حماسهم لمشاهدة برنامج أحسن باتيسي سيليبريتي الذي يضم عددا من المشاهير المغاربة من بينهم الفنانة ابتسام تسكت والممثل ربيع سقلي ودنيا بوتازوت وآخرون. ابتسام فين هي لاكريم؟ راه اقتصدت عليها هذاك الشيء باش اختي ضربتي الضاله بلا مرنوط. وتبارك الله عليكم، هذا الشيء كان غزال ورائع. شكرا لكم بزاف. شكرا بزاف. غادي نمشيو لكوكو سيليبريتي، نورتونا اليوم، ان شاء الله نتلاقاو الاسبوع الجاي. وكانت دنيا بوتازوت نشرت عبر صفحتها الخاصة بموقع انستغرام برومو البرنامج وعلقت قائلة: استمتعت بالمشاركة في هذا البرنامج، متعة، ضحك، بكاء، تابعونا في رمضان غير ما تتبعوش وصفتنا، كارثة. يشار إلى أن برنامج أحسن باتيسي سيليبريتي في نسخته الأولى سيعرض على القناة الثانية خلال شهر رمضان بشكل أسبوعي، حيث حافظ منتج البرنامج على نفس فقرات برنامج أحسن باتيسي.